السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم مش حابعد كتير عن منطقة بيتي. المرة الماضية كانت سواقة طويلة، هاي المرة حتكون حركة 20-25 دقيقة بعيد عن البيت. إن شاء الله اليوم بدي أروح أجرب القوس والسهم تاعون اللي اشتريتهم في مكان جنب بيتي، عندهم رينج للتدريب. بدي اروح اشوت القوس والسهم تاعوني لانه بنفعش يضلهم قاعدين مثلا اكثر من 6 شهور بدون استخدام او شيء، لانه الحبال نفسها بدها تشميع، وعشان تشمعها لازم تستخدمها، فبالتالي لازم اروح اجربهم. ففي مكان جنب بيتي شفته على جوجل مابس، بتروح اجرب اشوف اذا فاتح ولا ان شاء الله ما يكونش بده حجز. فبدي اروح على مكان جنب الفينيكس زو، هيك صخرة كبيرة شفتها على جوجل مابس وشفت ناس كتير حاطين عليها ريفيوز، بالتالي يعني ان شاء الله يكون مكان منيح لتصوير الغروب، وان شاء الله على الساعة يمكن 5 اكون هناك، لانه التصوير بالتايم لابس بياخد وقت، وان شاء الله خير. هلا وصلت على المكان اللي حشوت فيه القوس والسهم تاعوني. توي شرح لي انه هذا العشرة يارد، هون 10 يارد، اللي بعدها 20 يارد، اخر شيء 30 يارد، وحكى لي بقدر استخدم اي تارجت بدي اياه هون. فانا اخذت رقم 1 وتوي طلعت الاسهم اللي هستخدمهم للتدريب تاع اسهمي انا، لانه كاتبين على الرولز انهم هم حيعطونا الاسهم، فحكالي عادي بتقدر تستخدم بدك اياه. وتوي طلعت القوس تاعي، اخر مره استخدمته يمكن قبل 1.5 سنة، فمش كويس، مفروض استخدمه اكثر عشان ما يخربوا الحبل تاعه. اوكي هلا انا حجرب اشوته واشوف كيف، ان شاء الله خير. Thank you.
كويس من أول محاولة يعني. هذه برا كانت وهذول التنين برا، بس تقريبا هذا كافي إنه أقدر أصيد أي حيوان. هذه المساحة اللي لازم أجيب فيها الهدف، فأعتقد إني سويت منيح. اوكي هلا شرح سريع على اللي بسويه هون. اول شيء لازم يكون عندك شغله في ايدك زي هيك، زي الملقط بتنحط في الايد. بعديها لو تلاحظوا هاي كتير حساسه، يعني لما تسكرها زي هيك بس لمسه خفيفه لإلها بتفتحها، يدوب شعره، لانه انت حتحط السهم هون، وبعدها هذا الاحمر حتنحط في الملقط وحتسكر عليها زي هيك. وبعدها بتشده، اي لمسه خفيفه للملقط راح تفكه. فبالتالي هاي لازم تكون ماسكه منيح، وهي جوا، وغير هيك السهم هذا الطرف اللي من تحت، هذا الطرف لازم يكون داخل هون، ولازم تسمع هذا الصوت مرة ثانية. إذا ما سمعت هذا الصوت معناته السهم مش شابك، بالتالي خطر رميه، ممكن ترميه ممكن ينكسر في إيدك ويدخل في إيدك. فالمهم لازم تدير بالك من هاي الشغلة. بعدين بدخل في هذا المكان وبقعد فيه، شايف إيش شايفينها منيح؟ بدخل هون وبقعد هون. هنا زي الشاعر بمسكه في مكانه، وهان عندك التارجت، ثلاث نقط. كان شيء السهم اوكي. هلا لو بتشوفوا هون في ثلاث نقاط خضراء، حمراء خضراء. الخضراء اللي فوق على 10 يارد، الحمراء هاي على 20 يارد، الخضراء هاي على 30 يارد. لما تيجي ترمي السهم بتشاور على بوزها للعلامة اللي هون، وبتسحب لورا وبتستنى.
اوكي هلا خلصت، لازم اشمعه واضبه. وبهيك تكون خلصت يومي، بعدين نروح نصور السانسيت. هلا تربيته في مكانه. اشتريتها عشان لما اروح اصيد ان شاء الله. لما تفتح، لما ترميها بتكون زي هيك صغيره، لما تفتح بتصير هالقد اللي هي 2 انش، فبتدخل من جهه وبتطلع من الجهه الثانيه، ومسكين الحيوان ما بيعرف شو اللي صار له. صيد 4. I know a couple of them. Yeah, no, I see them at the range all the time. Like what you just described. Oh. اليوم الصبح قدمت على هذا، على البايسون. ابو صاحبي انه بيقدم عليه 10 سنين. في بعض الناس عشان ما بدهم يدفعوا فلوس ويعلقوا راس الالك بيشيلوا منه اللحم والجلد وخلص. هيو هاي الالك. طلع عندهم حاجات حلوة هون. هلا انا وصلت على الجزء الثاني من رحلة اليوم، اسمها المكان وراي اسمه هول ان ذا روك، مش عارف اذا شايفينها وراي هناك. فهلا بدي اطلع فوق واصور غروب الشمس. في غيوم اليوم فمش عارف كيف حيكون، بس ان شاء الله يطلع حلو. والحلو في المكان ها عامل زي الحفرة، حفرة زي الجبل، يعني كأنه حدا اجا ونحته. هيعطيكم بس صورة على السريع، هفرجيكم المكان اللي انا فيه. هيني خلصت فلوج اليوم وهيني في الطريق على البيت. صورت الغياب الشمس وعملت له تايم لابس، بدي ارجع على البيت اجرب اعمل له شويه في البوست واظبطه، وان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم.